سد الموصل الحقيقة سد مؤمن بأيادي عراقية بكوادر وطنية نرفع لها القبعة. هذه الكوادر تعمل على مدار الساعة، أعمال التأهيل والصيانة مستمرة. نطمن الجميع من هذه المحافظة العزيزة أن سد الموصل مؤمن ويعمل بطاقته ويعمل بأيادي وكوادر عراقية. أنا أحب أؤكد على هذا الموضوع لأن الكثير هناك يتكلم عن الخبرات قد انخفضت أو لا، لا، إحنا نحب نأكد أنه ما زال هناك لدينا خبرات وطنية عراقية حريصة. اليوم لا يوجد أحرص من العراقي على بلده، فالكوادر العراقية الموجودة والخبرات الموجودة في سد الموصل خبرات عراقية محترمة جدا تعمل على إدامة العمل.